بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا المنفذ الوحيد لينا اللي هو منفذ فوطه وبشخير، المكان الوحيد اللي بيطلع منه الشغل بتاعنا من هنا، من المكان ده. المكان دوت في بنها ايوبيه. طبعا الشغل كله بيتجهز في المحله في المنطقه الصناعيه وبعد كده بيجي على هنا، فده المكان اللي بيطلع منه كل الشغل بتاعنا، ما بيطلعش من مكان تاني. سريعا كده هوري حضراتكم الموديلات اللي هي موجوده النهارده. احنا النهارده اول يوم في الشهر، النهارده 1/5 اول يوم، فهوري حضراتكم بسرعه كده الموديلات اللي موجوده. احنا عندنا الموديل ده موجود منه 8 الوان، 3 موديلات، 8 الوان 3 موديلات. ادي اول موديل الجاكاره دي اللي هي الورده دي، وموجود منها مثلا على نفس اللون حتى اهو، دي جاكاره ثانيه اللي هي المربعات دي. طيب الموديل ده موجود منه 8 الوان، موجود عندنا منه كميه ثانيه كبيره جوه. الكيلو احنا طبعا اسعارنا هقولها دي كلها هتبقى قطاعي، وفي منها موديلات بتبقى سعرها ماشي قطاعي وجمله. طيب هنا الكيلو عامل 200 جنيه. الفوطه دي تقيله شويه، وزنها تقيل، فالقطعه بتبقى عامله تقريبا 70 جنيه، القطعه الواحده 70 جنيه. احنا في عندنا الموديل اللي هو الموديل الورده ده، الورده ما كانتش موجوده عندنا، موجود عندنا منها دلوقتي ساده وبالورده دي. ادي الفوطه، الفوطه 60 في 120. اشوف بس كده بسرعه، هو الفوطه دي 290 جرام في 200 جنيه ب 58 جنيه. يبقى الفوطه دي عامله 58 جنيه، موجود منها 10 الوان. ال 10 الوان لو نصور كده الالوان، في منهم الوان هنا، دي الالوان، في موجود كتير تاني جوه بس ساده في الوش، مش معمول له الورده. الساده ده الكيلو بتاعه ب 180، بيبقى اقل شويه. هنا الكيلو ب 200 جنيه، وزي ما قلنا الفوطه 290 جرام عامله 58 جنيه تقريبا. ٥٧ ٥٨ جنيه الفوطة. طيب معانا بقى الفوطة التانية اللي احنا لسه منزلينها، اخر بوست موجود على الصفحة بتاعتنا، اللي هي الصفحة بتاعتنا اللي هي فوطة وبشكير بالكيلو بنها. دي الصفحة اللي بقى موجود عليها كل الشغل غير الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب. طيب دي الفوطة 50 في متر، 50 في متر، لو نقرب عليها اهو، ادي الفوطة دي موجود منها 7 الوان، في منها موجود اهو، دي الوانها ال7 الوان. الكيلو بتاعها ب 180 جنيه، الفوطة عاملة 45 جنيه بالظبط على الميزان. ده السعر 235 جرام في 200 ب 47 جنيه، هي عاملة 45 جنيه، أنا باعها ب 45 جنيه. دي موجود منها ألوان تانية، لو نيجي كده نجيب ألواناتها، لو نقرب عشان نجيب الألوانات بتاعتها أهو، أدي الألوانات بتاعتها دي كلها للآخر كده، دي ألواناتها. ولو نقرب هنا لسه موجود عندنا منها تاني في الاكياس، لسه موجود عندنا تاني منها. طيب ده بالنسبه للموديل ده، الموديل ده الفوطه 60 في 120، معلش 50 في متر، دي 50 في متر عليها التيكت اللي هو صنع في مصر 100% قطن. نرفع الموبايل بس شويه، ادي الفوطه 50 في متر، ودي موجود منها اخر كميه فاضله، هي الكميه اللي موجوده دي ومش موجود منها تاني. دي الفوطة دي، الموديل ده، دي قطن 50 في متر. طيب في موديلات تانية هنا، الفوطة دي اللي احنا وزناها ورا وشفناها ورا، كان عليها الوردة هنا، كان عليها وردة هنا، دي سادة من غير وردة خالص، ودي أقل طبعا من التانية بسعر الكيلو، الكيلو بتاعها ب 180 جنيه، دي أقل. دي الألوانات بتاعتها هنا كده، العشر ألوان. الموديلات دي خلاص قربت تخلص، يعني دي كلها موديلات خلصت، حتى الودينج دي عندي بتشطب مفيش منها تاني، لحد ما نعمل تاني ان شاء الله تطريز تاني. الغالب اللي عندي في المحل كله المرة دي كله سادة، ما عنديش حاجة مطرزة، المطرز كله ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي. في بشكير ونص بشكير، لو مصور البشكير ونص بشكير، ثواني صورانا ده كده البشكير ونص بشكير اللي هو موجود حاليا. طيب ده اللي هي الفوطة اللي هي ب70 جنيه، دي الوان تاني منها برضو. طيب وده الاسمر، الاسمر ده اللي مكتوب عليه صالون، وموجود كميه تاني برضو موجوده جوه. هي الفوطه احنا كنا نزلنا بيها بوست ان احنا هنبيع الفوطه
على 50 جنيه، القطعة على 50 جنيه، كده كده هي موزونة يعني، الكيلو عامل 180 جنيه، فهي القطعة بتطلع عاملة 50 جنيه اللي هي مكتوب عليها صالون. ده كده كل الشغل اللي هو المتاح حاليا ان شاء الله، والاسبوع الجاي هيبقى فيه شغل تاني جديد.